كتير مهم أن أولادنا يكونوا منفتحين على موضوع التقبل والتنوع يلي هو هدفنا، بس الأهم أنه أهالينا كمان يكونوا عم يدعموا ويعززوا الدمج بمدرستنا. تدخلاتنا بالمدارس مع أهالينا هدفها تسليط الضوء على أهمية تأثير الأهل على الأولاد. كان في ولد كتير ضعيف بالمدرسة، بتقوم معلمته تبعت رسالة لأمه تتقلها أنه هن بيرفضوا يستقبلوه بالمدرسة. قريتها الأم وتأثرت كتير، سألها ابنها شو قالوا لك بهيدي الرسالة؟ جوابته أمه قالوا لي إنك كتير شاطر وإنه بالمدرسة ما عندهم معلمين كفؤين كفاية تيساعدوك. هالولد صار من أكبر المخترعين، بس توفت أمه كان عم يشوف أغراضها ولقى هيدي الرسالة وقريها، وكانت بتقول ابنك عنده نقص بقدراته الذهنية وما بقى فينا نستقبله عنا، هو مشحوط. هيدي القصة بينقال أنها قصة توماس أديسون. كلمة تشجيع وثقة بقدرات أولادنا بتغير معظم الأوقات المقاربة لهالموضوع، وهيدي من الرسائل اللي منوصلها لأهلنا من خلال لقاءات الأهالي تنساعدهم يتقبلوا كل الأولاد يلي عندهم صعوبات إن كانوا بعاد أو قراب من العائلة. ومن النشاطات التانية يلي منستعملها مع الأهل تنمي ذهنية التقبل هي تمارين المحاكاة، اللي هدفها نحطهم بمواقف تشبه المواقف يلي بيعيشوها أولادنا بالمجتمع وبالمدارس. مثلاً إنه يقدروا يقروا نص كلماته منا مفهومة، أو يتفاعلوا مع شخص عم يحكي لغة جديدة عليهم. بس يكونوا أهلنا منفتحين ومتقبلين للتنوع بيقدروا يأثروا إيجابياً على تقبل أولادنا للآخر بالمدارس وبالمجتمع، لأنه يلي ما منعرفه منجهله، ويلي منجهله بنقز وبخوف. من الضروري نمكن أهلنا من خلال معرفة علمية عن المواضيع المتعلقة بنمو أولادنا إن كان أكاديمياً، نفسياً واجتماعياً. ومن أهم المواضيع يلي بتهم أهلنا هي صعوبة الكتابة والقراءة، قلة الانتباه والحركة الزايدة، تأخر اللغة والنطق، التأتأة، المهارات الاجتماعية، وطريقة مساعدة الأولاد يلي عندهم صعوبات وقت الدرس. وهيدا بيخدنا على الموضوع التالي يلي هو تنمية قدرات الأهل على مساعدة أولادنا على التعلم والتعامل مع الصعوبات يلي بيواجهوها أوقات الدرس. عادة خلال ورش عمل مخصصة للأهل منركز على إشراك أولادنا بالقرارات المتعلقة بدروسهم. مثلاً منختار معهم مطرح بيرتاحوا فيه، ومنتأكد أنه بيتناسب مع أسلوبهم بالتعلم، يعني نعطي الحرية لأولادنا يتصرفوا بمكان الدرس بالبيت مثل ما بدهم. يعني فيهم يتمشوا هني وعم يحفظوا، يحطوا موسيقى وقت الفروض، يناموا على الأرض وقت القراءة. مين منا ما كان يعمل هيك هو وصغير؟ وحتى يلتزموا بوقت الدرس وما يطولوا كتير، نتأكد أنه حاجاتهم الفيزيولوجية كلها ملباية، وأنه محضرين أغراضهم بغرفة واحدة وفي مي وشي وجبة صغيرة يأكلوها وعلكة إذا بيحبوا، لأنه الدراسات بتقول أنه العلكة بتزيد التركيز. كتير مهم يقدروا الأهل يحضروا أولادهم نفسياً قبل الدرس، يعني يفوتوا مرتاحين من خلال نكتة صغيرة أو ذكرى مهضومة صارت معنا خلال النهار. والأهم نحدد وقت الدرس قبل ما نبلش حتى يعرفوا أنه مش رح يضلوا بهيدي الأوضة للأبد. بتقولوا منبلش من الصعب للهين أو بالعكس؟ بالخطة وبعدين بالشفهي أو بالعكس؟ دورنا أنه نساعد الأهل يتقبلوا أنه يسمحوا لأولادنا يبلشوا بشو عبالهم، وبيرجعوا بيحددوا سوا بشو عبالهم يكملوا، وندربهم كمان يحضروا مع أولادنا برنامج يومي خاص للفروض. من أكثر الوسائل يلي بيقولولنا أهلنا أنها مفيدة هي استعمال الوقت من خلال ساعة الرمل، ساعة الحيط والتوقيت. هالوسائل بتساعد أولادنا يطوروا قدرتهم على تقدير الوقت وما يتخطوا الوقت يلي حددوه لكل نشاط. ودايماً منذكر الأهل بأوقات الراحة بين الفروض يلي بيحددوها حسب قدرات أولادنا. في أولاد بدهم طرق غير تقليدية ليكتسبوا المعلومة، مشان هيك منساعد الأهل يخترعوا صور بصرية
أم ألعاب من أغراض البيت تيخففوا مثلاً الالتباس البصري أو السمعي بين الحروف، أو يحلوا المسائل الرياضية وغيرها. وعادة أهلينا بيفاجئونا بقدرتهم على الاختراع والابتكار، وبهيدي الطريقة نحن كمان منستفيد من أفكارهم.